ينضم إيانا السيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. يسعد صباحك سيدي العزيزة. صباح الخير، لكن أرجو إصلاح الصوت، يعني أنا صوتك بوصل متقطع. إن شاء الله أكيد رح يتم إصلاح هذه المشكلة، ولكن حاليا هل الصوت تمام هيك واضح؟ نعم تمام. إن شاء الله إن شاء الله أكيد. يسعد صباحك. صباح الخير لأسرانا البواسل سيد قدورة داخل سجون الاحتلال. يعني الاحتلال يقوم بالمزيد من عمليات الاعتقال حسب معطيات الهيئة ونادي الأسير، بأنه منذ 7 أكتوبر الماضي سجل أكثر من 9600 حالة اعتقال. كيف هي أوضاع الأسرى اليوم داخل سجون الاحتلال وكيف يتم التعامل معهم؟ يبدو أن هناك خلل في الاتصال والتواصل مع السيد قدورة. إن شاء الله رح نعود الاتصال من جديد مع السيد قدورة. فعليا قوات الاحتلال قامت بتسجيل اعتقال حسب أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأنه سجل أكثر من 9600 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر الماضي بداخل سجون الاحتلال. رح نتعرف أكثر مستمعينا ومشاهدينا عن تفاصيل وأوضاع الأسرى داخل السجون. كل يوم هناك تسجيل لحالات اعتقال من مختلف محافظات الضفة الغربية. هل هناك تواصل من الأهالي مع الأسرى؟ هل هناك فعليا زيارات للمحاميين داخل سجون الاحتلال؟ رح نتعرف أكثر يعني بتفاصيل أكثر حول حالات وأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أفادوا بأن قوات الاحتلال سجلت مثل ما ذكرنا 9655. نعود بالاتصال والتواصل مع السيد قدورة. يسعد صباح صباحك من جديد سيد قدورة. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك سيد قدورة. الاحتلال قام بالمزيد من عمليات الاعتقال حسب المعطيات من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير. سجل منذ 7 أكتوبر الماضي 9655 مواطنا من الضفة هاي الحالات الاعتقال. كيف هي أوضاع الأسرى مؤخرا داخل سجون الاحتلال؟ يعني الأوضاع منذ 7 أكتوبر لم تتغير، بل بالعكس تزداد تعقيدا وسوءا، والأسرى يتعرضون لحرب انتقام، لأن يعني القرارات التي اتخذت بحق الأسرى هي اتخذت في سياق القرارات التي اتخذت في سياق الحرب. وبناء عليه حين نقول أن الأسرى يتعرضون لحرب، فنحن نعني ما نقول، لأن النتائج الكارثية التي ترتبت على هذه الإجراءات الإجرامية وهذه السياسات يعني بتنا نلمحها ونراها واضحة على الأسرى المحررين. وهناك من لم يتحرروا، ولا نعرف تماما يعني أين وصل بهم الحال، وتحديدا أولئك الذين عمضوا سنوات طويلة داخل السجون والكبار في السن والمرضى. يعني إذا كان هذا حال الأصحاء، فما هو حال المتعبين وكبار السن والمرضى؟ صحيح. طيب سيد قدورة، يعني مثل ما ذكرت من المفرجين عنهم مؤخرا، وخاصة قبل أيام قليلة الاحتلال أفرج عن الأسير معزز عبيات هو لاعب كمال أجسام. الكل شاهد، ما هي الحالة التي خرج منها هذا الأسير من سجون الاحتلال؟ ومن خلال الحديث معه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أكد بأن أوضاع الأسرى كارثية مأساوية، وخاصة مثل ما ذكرت هؤلاء الشباب اللي تم اعتقالهم مؤخرا، فما بالكم بالمرضى وكبار السن. ولكن الكل يطرح بأنه هل هناك تواصل من قبل الجهات الرسمية كهيئة شؤون ونادي الأسير مع عدد من الأسرى؟ هل هناك زيارات من المحاميين للأسرى مؤخرا، أم هو فعليا منع وعزل الأسرى عن أي جهة خارجية؟ يعني نحن نزور، ولكن الزيارات ليست منتظمة، ولا يوجد ذاك التعاون الذي يمكن أن يعني يساهم في يعني طمأنة الأهل عن أبنائهم أو طمأنة الأسرى عن عائلاتهم، لأن القلق متبادل. يعني ليس الأهل فقط قلقون على أبنائهم،
الزيارة تتم بطريقة متعثرة، ولأنها الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأسرى، عائلة الأسرى كلها تواق لأن تسمع أخبار عن أبنائهم، ونحن يعني لا نستطيع أن نقوم بالمهمة على أكمل وجه، نبذل جهدا استثنائيا. بالأمس تمكنا من زيارة 2 من أسرى قطاع غزة، وبعد ساعة من الآن يعني يفترض أن يكون هناك مؤتمر صحفي لوضع الرأي العام في صورة الوحشية التي يتعرض لها أيضا أسرى قطاع غزة. نبذل جهدا كبيرا، ولكن لأن المعوقات مقصودة وتأتي ضمن سياسات، نواجه مشقة كبيرة حتى تتم هذه الزيارات. أكيد. طيب، بالتواصل مع هؤلاء الأسيرين من قطاع غزة، كيف تبدو حالتهم؟ هل كان هناك اطلاع أكثر عن تفاصيل حالتهم ووضعهم؟ هل لديهم معلومات عن أسرى آخرين داخل سجون الاحتلال؟ يعني هذه المسائل سوف نستعرضها اليوم في مؤتمر صحفي سيعقد بعد ساعة كما قلت لك. الوضع مأساوي جدا، يعني الأسيرين زرناهما، كانا في زديتمان ونقلا إلى عوفر، ونقلا إلى القسم المسمى أو الجناح المسمى الخزنة، وهذا يخضع لإجراءات لا أريد أن أقول أمنية لأنها ليست أمنية، هي إجراءات معقدة وتقع ضمن نفس الجريمة الكبرى التي تمارس بحق أسرى قطاع غزة. أكيد. سيد قدورة، يعني من المتداول في أذهان المستمعين أو الأهالي والكل الفلسطيني، هل هناك فعليا عدد محدود لأسرى قطاع غزة حتى اللحظة، أو هل سيتم الكشف عن هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي اليوم؟ أو الأمور صعب. بعدها يعني ليست مش واضحة، يعني 100% أو غير مكتملة؟ الصورة ليست واضحة إطلاقا، ولا تكفي يعني طبيعة الظروف التي يعيشها أسرى غزة أكثر صعوبة وأكثر تعقيد من الظروف التي يعيشها أسرى الضفة، وبالتالي المعلومات تأتي يعني شحيحة جدا، لأنه حتى الأسير الذي يأتيك حين تتم الزيارة لا تكون تتوفر لديه معلومات، ثم أنهم يعيشون في قلق شديد، وواضح أنهم يهددون قبل أن يخرجوا للقاء المحامي. طيب، يعني سيد قدورة، أكيد من بعد 7 أكتوبر عمليات الاعتقال تكون بدون ذريعة، يتم تحويل هؤلاء الأسرى للاعتقال الإداري، هل أيضا الصورة غير مكتملة عن هؤلاء الأسرى اللي بيتم اعتقالهم بيتم تحويلهم للاعتقال الإداري بدون أي ذريعة، فقط مجرد الاعتقال؟ نعم، لأنه لا تتم الاعتقالات على خلفية المشاركة في فعاليات الحرب أو في إحداثيات الحرب، وإنما هي للانتقام من الشعب الفلسطيني. يعني تريد إسرائيل أن ندفع ثمنا باهظا، وفي إسرائيل دائما يتحدثون، هناك مقولة بائسة أنه يجب رفع كلفة النضال، كل رفع كلفة النضال يعني الانتقام من الشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن في سياق هذه الحالة، ويجدون دائما مبررا للاعتقال، كأن يعني يعتقل الأسير إداريا، أو يعني معظم الأسرى الموقوفين الآن إما موقوف إداري معتقل إداري، وإما معتقل على خلفية أو بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. كل الشكر للسيد قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. إن شاء الله إحنا رح نكون في اطلاع وتواصل لحتى نطلع أكثر عن تفاصيل هذا المؤتمر الصحفي اللي قام بالإعلان عنه السيد قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لحتى يتم إطلاع الكل الفلسطيني عن أوضاع الأسرى بالمعلومات اللي تم جمعها وكل التفاصيل. رح إن شاء الله نكون متابعين لإلها، مثل ما ذكر السيد قدورة
قدورة بأنه تم يوم أمس زيارة اثنان من أسرى قطاع غزة، معلومات شحيحة تم الحصول عليها، تفاصيل أكثر عن طبيعة ووضع الأسرى داخل سجون الاحتلال سيتم توضيح هذه التفاصيل أكثر خلال المؤتمر الصحفي اللي رح يعقد بعد ساعة من الآن بإذن رب العالمين. رح نوافيكم بكل التفاصيل مستمعينا ومشاهدينا. أكيد هذا خبر هام لكل الأهالي وخاصة وتحديدا لأهالي الأسرى داخل سجون الاحتلال، أكيد هم بانتظار أي معلومة أو أي خبر، يعني هم على أحر من الجمر بالحصول على يعني معلومة ولو كانت صغيرة. إن شاء الله كل المعلومات تكون بالخير، وإن شاء الله يكون هذا المؤتمر يحمل بطياته معلومات تبرد على قلوب أهالي الأسرى إن شاء الله بإذن رب العالمين، ويخفف عنهم ويكون بعونهم. رح نتواصل مستمعينا ومشاهدينا أكيد في برنامج طلة فجر والاطلاع على كل التفاصيل في مواضيعنا لليوم بالموضوع.